حكم العلاقة الزوجية في شهر رمضان؟ يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة الزوجية يراد بها في هذا السؤال العلاقة الخاصة وهي المعاشرة. هذه العلاقة في شهر رمضان لا تجوز في وقت الصيام، بمعنى أنه من الفجر إلى غروب الشمس يصوم الإنسان عن الطعام وعن الشراب وأيضا عن العلاقة الزوجية الخاصة. أما في الليل كما يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكلمة الرفث هنا تدل أو تشير كناية عن العلاقة الزوجية الخاصة. وعلى كل مسلم إذا جامع زوجته في ليل رمضان أن يحاول أن يغتسل قبل الفجر حتى يبدأ صيامه طاهرا طهارة كاملة. إذن الحق تبارك وتعالى ييسر على الصائمين، ولا يحرم الرجل من أن يعاشر زوجته في ليل الصيام. أما في النهار فهذه المعاشرة إذا حدثت نتيجة لأن الشيطان أغوى الزوج والزوجة معا أو الزوج فقط فارتكب هذه الجريمة التي أدت إلى هتك حرمة الصيام، فإن هذا في رأي بعض الفقهاء كفارتها مغلظة. وهناك رأي آخر يرى أن الكفارة ليست مغلظة، والكفارة المغلظة هنا تعني صيام شهرين متتابعين، ورأي آخر يذهب إلى أنه يصوم يوما بدل هذا اليوم ويكفر كفارة ليست مغلظة. وإن كنت أرى أن ما دام الإسلام أباح للإنسان أو للمسلم المكلف أن يعاشر زوجته مساء، فلماذا يلجأ إلى نهار الصيام ويهتك حرمة الصوم ويعاشر زوجته؟ إن هذا يدل على نوع من أنواع الضعف في اليقين والإيمان، وأن الشيطان يلعب بالإنسان في هذه الأوقات حتى يحرمه من أن يصوم صياما مقبولا كاملا لوجه الله تبارك وتعالى. وهنا أرجح أن من عاشر زوجته مختارا في نهار رمضان وكانت الزوجة موافقة، أما إذا أكرهها فلا كفارة عليها، وإنما تصبح الكفارة على الزوج وهي صيام شهرين متتابعين، لأن الاعتداء على الصيام جريمة منكرة. فالصوم في رمضان له مكانة خاصة ومنزلة خاصة، ويكفي أن الرسول الكريم يقول: الصيام نصف الصبر والصبر نصف الإيمان، فكأن الصيام ربع الإيمان. فإذا لم يتحقق للإنسان الحرص على أن يفوز بهذا القدر الطيب من الإيمان في شهر رمضان فإنه يخسر الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق.